سوق الصوافة وسوق اللحم القديم معزين مع العلم، أكو الخدمات موجودة، التسقيف، إنارة، ماء، كهرب، كلها متوفرة. يعني أخي العزيز، يعني بالنسبة للناس معزلي، يعني ايمو تسأله نقول له يا رجل تعال فتح، خدمات موجودة، خير من الله، عمرنا الدكيكين نحن وجهود الناس الطيبين، عندك منظمات جت عملت التسقيف، في عملت الأرضية، طاعتنا كهرباء الحكومة المحلية. فنشكرهم يعني اي 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 سوق يمكن يتمنى يكون عنده هكذا تسقيف مرتب حلو، بالاضافه الى حتى الارضيات يعني نعم مصبوبه كامله. نعم، فنقول له يابا تعال كذا كذا، يقول والله يعني حركه ماكو، وخط مولده وطني، تسقيف، اناره ليليه، ماء، كهرب كامل. بس اللي عيضر المحلات هاي سيارات هنا يعني فوق الالف سياره، يعني يجي الصبح يريد يفتح ما يقدر يفتح، المشتري ما يقدر يعبر، شوف زخم السيارة، صور السيارات وشوفوا الكم الهائل من السيارات، يجي المشتري يظل يفتري يلوف يمين يسار يمين يسار على يعني يوقفوها بنص الطريق. نعم وايضا مقابل المحلات. نعم مقابل المحلات، يعني صورها شوفها بعينك، شوف كم من يعني سيارات ايش قدي. الوضع سوق لحد متكامل، لحد اهل الشاي، لحد اهل الشاي، العطيغين، باب السراي كله كامل. هي فتحوا بدل هي رحم الله على والديك. بس الصوافه ما يرجعون لان ما حد عيصل لي عندهم. بعد المعوقات اللي ما خليهم يرجعون. بعض المعوقات. بعض المعوقات اللي ما يخليهم يرجعون، احنا ما صايره ساحه مال بيع وشراء، صايره ساحه مال سيارات. أغلبية السيارات ماخذين المكان قدام المحلات وقدام، هاي أول إعاقة اللي ما يقول. ثاني إعاقة مواصلات ما عاد تصل هوني، ما الكياد، هاي أهم تجيب السوق علينا.